الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم في عموم مناطق المملكة. نبدأ كالعادة بتوقعات الجوية نهار اليوم للعاصمة الرياض، حيث يسود طقس مستقر غائم جزئي، تنتشر كمية من الغيوم العالية 25 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 24، الرطوبة 70%، والرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نذهب الآن وإياكم للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 19 إلى 8، عرعر 18 إلى 8، وتبوك 21 إلى 8 مع طقس مستقر. المنطقة الغربية، المدينة المنورة، طقس غائم جزئي 26 إلى 18، جدة 30 إلى 21، مكة المكرمة 30 إلى 19، والطائف 22 إلى 12. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 18 إلى 10، أبها 21 إلى 8، وجازان 30 إلى 23. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام طقس غائم جزئي 27 إلى 17، حفر الباطن 21 إلى 14، الإحساء 26 إلى 14. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 25 إلى 13، طقس غائم جزئي، بريدة 19 إلى 11، وحائل 18 إلى 10. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمناه للجميع، وإلى اللقاء.